دمه بيجري جواه كرات بيضة وكرات حمراء وستات، وطول عمره بتاع مشاكل ومشاكسات وحوارات مش بتخلص، فمن جواز عرفي لجواز في السر لعدم اعتراف بعياله، لشرب بقى ممنوعات، لوشم على جسمه ولبس حلقان، لدرجة انك تحس ان حياته فيلم هندي مستمر. فتعالوا معايا اعرفكم صندوق مشاكل احمد الفيشاوي الاسود في الفيديو ده. بداية الحوارات والأفشخانات في حياة أحمد الفيشاوي كان لما اتجوز من مهندسة الديكور هند الحناوي في السر، وهوب بعد شوية أنكر نسب بنته منها اللي اسمها لينا، وبعد محاكم وقضايا وبهدلة طلع في النهاية عقد العرف اللي بينهم صحيح، وفي الآخر غصب عنه اعترف ببنته بعد ما طلق هند الحناوي. تروح الأيام وتيجي ويروح أحمد الفيشاوي يعط من تاني، بس المرة دي بقى بيتجوز رسمي من وسام عاطف، وبعد برضو كام شهر راح وخد شبكتها اللي كانت بمئة ألف جنيه وباعها. ساعتها راح أبوه فاروق الفيشاوي واتدخل ولم الموضوع قبل ما الحدودة ما تكبر وتبقى فضيحة. وعشان الفيشاوي مش بيتوب راح وتعرف على واحدة من ألمانيا لما والدته كانت بتتعالج برا اسمها دينيس، واتجوزها لمدة أسبوع، سابها ورجع مصر بعد ما صبحت حامل منه. ساعتها قعدت الست تحاول تتواصل معاه فكبر دماغه منها، حتى بعد ما خلفت منه ولد زي العسل اسمه تيتوس. راحت بعدها الست الألمانية وتواصلت مع طليقته هند الحناوي، وعملوا عليه وقتها رباطية، ورفعت عليه كمان الألمانية لإثبات نسب الولد، وأكدت إنها معاها وثيقة جوازها من الفيشاوي. وفي الآخر لما أحمد الفيشاوي الدور واعترف بتيتوس، تفتكروا بقى تخلص مشاكل وبلاوي أحمد الفيشاوي على كده؟ لا طبعا ما تخلصش، لأن كان اتمسك قبل كده في شقة مع واحدة إماراتية طليقة واحد صاحبه، كان بيروح لها كل يوم والتاني يضرب معاها الجب بالحب لحد ما الجيران زهقوا منه وبلغوا عنه، وقال ساعتها إنه بيروح لها عشان هي طليقة صاحبه وبيقضي معاها وقته لأنها صاحبته. كل اللي فات ده بقى كوم، ومشاكله مع أصحابه الفنانين كوم تاني خالص، لأنه قبل كده كان خده العشم وحط إيده على كتف الفنانة درة اللي حاولت تمنعه خلال مهرجان من المهرجانات الفنية، وساعتها الجمهور اتهموا إنه متحرش، فطلعت وفاء عامر ودفعت عنه وقالت إنه عمل كده كنوع من العشم والأخوة مع درة. الفيشاوي أزماته مش بتخلص، وده طبعا لأنه عايشها على كيفه ومقضيها شوية شرب مخدرات وشويتين وشم على كل حتة في جسمه، وكمان حلقان ألماس في ودنه، سيكة شرب خمور ومنبهات ودخول في كل أصناف العلاقات مع الستات، وده كمان بالرغم من إن كان بداياته بيظهر في برامج دينية مع واحدة من الدعاة، وكمان كان ملتزم. أما بقى بالنسبة لآخر أزماته فحدث ولا حرج عن كمية السطل اللي ظهر بيها وهو رايح يحضر العرض الخاص بتاع فيلمه الجديد بنقدر ظروفك، وهو حسب الكلام اللي اتقال سكران تينا ومونون على الآخر. ده كمان اتخانق مع الصحفيين وكسر كاميرا واحد مصور غلبان، رغم انه كان داخل العرض طبيعي جدا ومتوازن، وقال اكتر من حد انه غالبا خد حاجه جوه العرض خلته غاب عن الوعي. وفي النهايه بقى تفتكروا بقى احمد الفيشاوي هيبطل مشاكله اللي مش بتخلص دي امتى بالظبط؟ اكتبوا لنا بقى رايكم في التعليقات.